شقق المائقة سبحان الله في يوم وليلة كلها أصبحت آيلة للسقوط في مملكة البحرين. مري وين كانت وزارة الإسكان غايبة طوال هالسنوات كلها، اللي في يوم وليلة كل بنايات الشقق المؤقتة أصبحت أنها هي آيلة للسقوط، وتبي تطلع المواطنين منها بأسرع وقت وبأكثر الحلول سرعة. ولكن معالي الرئيسة، من يسكن في هذه الشقق صار له بالثلاثين 23 سنة و 24 سنة وهم موجودين في هالشقق، هل اليوم احنا هو ينتظر انه هو يطلع الى بيت العمر اللي قاعد ينتظره اني نطلع حلول نقول له بنعطيك 200 دينار واطلع روح شوف لك شقة؟ معالي الرئيسة، في ناس ساكنة هناك 98 و 99 عندهم شهادات الاستحقاق في يدهم، وسنة 2000 سلموهم المفاتيح، وانت مال 98 99 بنطلعك وبنعطيك 200 دينار. ايش هالخربطه اللي قاعده تصير في التوزيع في وزاره الاسكان؟ تخبط. ليه متى بنسكت معالي الرئيسه؟ يعني احنا نتعايش مع المواطنين بشكل يومي، احنا نتواجد هناك نشوف هذه الاشياء. نعم بتطيح على رؤوسهم هالبنايات، واللي بيتحملها وزاره الاسكان ووزير الاسكان، لان اول مسؤول الاول طوال هالسنوات انت ساكت. اليوم في خلال اليوم اليوم معاليك واحد من الاخوان رايح يستلم المفاتيح، قالوا له في خلال شهر تطلع، والقانون يقول 3 شهور، وما يقول في خلال شهر انا بطيح عليكم البنايه. زين والاثنين اللي في البنايه الحين ما اعطيتوهم شقق؟ يعني بطيح على هذه وذلك ما بطيح عليهم؟ الشقق الان ماي ما فيها. بشكل يومي احنا نتواصل مع وزاره الاسكان الى الصيانه الى الماء. خلال المطره الاخيره خرت البنايات كلها عليهم. اليوم احنا نطلع لهم هذين الاول، نطلع لهم البيوت اذا ذلين عائله للسقوط. وفي مثل ما تفضل من ساعه الاخ محمود قال عن الالف بيت اللي موجود، هذه الالف بيت يغطي الثلاث الاربع مناطق اللي في البحرين من اللي بقوا فيها الشقق. خلي يطلعون ياخذونهم بيوت ويقعدون، ما يصير اللي قاعد يصير. هذه احنا اليوم نوجه من خلال هذا المقترح الى سيدي ولي العهد باخذ القرار في اسرع وقت ممكن باعطاء. انتم تقولون هي آيلة للسقوط، فايش تنتظرون؟ تطيح على راسهم البنايات؟ فنطالب سيدي ولي العهد بانه سرعه اخذ القرار في هذا الموضوع وتخصيص بيوت لاصحاب الشقق. شكرا معالي الرئيس.